ثم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، فنستأنف حديثنا بحول الله عز وجل وقوته وتوفيقه وتسديده وترشيده، تتبعا لبصائر القرآن العظيم. ولا أفضل من بصائر القرآن العظيم هداية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك قول الله عز وجل بعدما ذكرنا من أوائل سورة البقرة وفواتحها: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها من البصائر والأسرار ما الله به عليم. وسنقف اليوم بحول الله عز وجل على بصيرة واحدة من بصائرها، ونحن نتلوها جميعا، نتلوها كثيرا كما نتلو أمثالها كثيرا دون أن ننتبه إلى ما يخاطبنا به رب العزة سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القرآن كله ومنه هذه الآية قد خاطب الله بها الإنسان. ما الإنسان؟ الإنسان حينما نقول خاطب الله بها الإنسان، لا ينبغي أن ينصرف ذهن المؤمن إلى ذلك المعنى العام الذي هو ابن آدم بصفة مطلقة، بل ينبغي أن ينصرف إلى نفسه. الإنسان هو أنت، هو أنا، هو كل شخص من الناس من بني آدم وجد على هذه الأرض. فالله عز وجل حينما أنزل القرآن إنما أنزله يتكلم به، هكذا يتكلم به، لأن القرآن كلام الله. ويقولون في القاعدة: أعمال العقلاء منزهة عن العبث. والله سبحانه وتعالى رب العقلاء، فمن باب أولى وأحرى أن يكون كلامه منزها عن العبث. لما هذا الكلام؟ لأن الكلام إنما يسمى كلاما لا في معناه اللغوي ولا في معناه المنطقي العام، حينما يكون بين شخصين مخاطب ومخاطب. فالله عز وجل إذ تكلم ما تكلم هكذا مع الهواء، تكلم مع مخاطب وخاطبه ونحن. فالله عز وجل يخاطبنا ويكلمنا. المصيبة أننا لا نسمع، ليس لأن الآذان مغلقة، ولكن لأن آذان النفس فعلا قد غلقتها الذنوب والشهوات، فلا تسمع خطاب المولى العظيم. وخطابه ميسر، كلمات القرآن بسيطة، ما في القرآن من الغريب، من الغريب اللغوي يعني، قليل جدا. وأغلب كلمات القرآن هي من العربية التي بقيت متداولة إلى يوم الناس هذا، بل كثير من ألفاظ القرآن متداولة في اللهجة العامية اليوم، المغربية وغير المغربية. ولذلك تجد العامي الذي لم يقرأ كتابا ولا خطه بيمينه إذا سمع آيات الله تتلى اليوم بلغتها التي أنزلها الله بها، فإنه وإن لم يفهم جزئيات المعاني هو يفهم المعنى الكلي، يعني يفهم الأجواء العامة للخطاب القرآني. فليست لغة القرآن بعيدة عن لغة الناس ولا عن مواجدهم، ولذلك فهي تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تبصر من أجل إدراك هذه البصائر. اللفظة المفتاح في هذه الآية لفظة الكفر، نعوذ بالله من الكفر. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد ذكر الله عز وجل قبل المؤمنين المتقين حينما ذكر صفاتهم من حيث إنهم يؤمنون بما ذكر، أي الكتاب الذي أشار إليه بقوله عز وجل ألف لام ميم ذلك، بهذه الإشارة للتعلية وللرفعة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وسرد ما ذكرنا وما بينا وما يسر الله عز وجل من كلام في هذه المسألة، سرد صفات المتقين من إيمانهم بالغيب وما يترتب عن ذلك من أعمال الصلوات إلى آخر ما ذكرنا. ثم عرج بعد ذلك على ذكر الكفر، لأن الكفر مرض. الكفر ليس عقيدة، الكفر ليس عقيدة، بل هو مرض. وكذلك النفاق مرض، هي أمراض أصابت الفطرة السليمة. حينما خلق الله عز وجل آدم خلقه مؤمنا، ما خلق الله آدم كافرا، خلقه مؤمنا فطرة. ولذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل حينما خلق آدم ونفخ في الروح عطس فحمد الله عز وجل وقال الحمد لله رب العالمين. وقالت الملائكة: يرحمك الله يا آدم. أول كلمة نطق بها آدم بعد العطاس من حيث الكلام حمد الله عز وجل. ما كان ليكون ذلك كذلك لو لم يكن آدم مؤمنا فطرة،
وجعل الله عز وجل الإيمان فطرة في الإنسان في الآية التي ذكرنا أكثر من مرة ومثلها، أي هذا المعنى كثير في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة الثابتة. فأما الآية فمشهورة جدا، وذلك قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فشهادة بني آدم كانت في عالم الذر، أي قبل أن يخلق الله أبدانهم وصورهم، وإنما فطر أنفسهم في ظهر آدم الإنسان الأول. وبهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور أيضا: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالكفر إذن طارئ وليس أصلا، كفر طارئ. إن الذين كفروا، فنسب الفعل إلى الإنسان، كفروا أي بدلوا وغيروا، هم مسؤولون، ما ولدوا كفرة، هم كفروا، هم بدلوا وغيروا، بدلوا فطرتهم ومسخوا أنفسهم. وإنما الله عز وجل خلقهم مؤمنين موحدين، فبدلوا هم وكفروا. والكفر في العربية التغطية، التغطية كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أي كمثل غيث أعجب الكفار، أي أعجب الفلاحين الزراع. الكفار هنا جمع كافر، والكافر هو الذي يرمي بالبذر الزرع ديال الحب، أي حب، قمح ولا شعير ولا ذرة ولا اللي كان، فيكفرها في الأرض، أي يغطيها بالتراب، كيحرط الأرض وتشق الأرض بالمحرات وكان كيف ما كان المحرات، فيرمي بالبذر يكفره، يكفر البذر يعني الزرعة، كيكفرها كيغطيها بالتراب باش تنبت. فالكفار في هذه الآية ليس معناه يعني الملحد الذي لا يؤمن بالله، لا، معناه الفلاح الزارع أو جمع كفار. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، النبات اللي كينبت ويجي مول الصابة ويلقاها مقادة ويعجبوا الحال. الله عز وجل جعل هذه الآية مثلا للحياة الدنيا، فالإنسان ينظر إلى هذه الخضرة كما هي اليوم في السنابل وفي الحقول، فما هي إلا لحظات ثم تصفر تنضج، ثم بعد ذلك تصبح حطاما، أي هشيما، يدوز الحصاد ويحصدها كأن شيئا لم يكن، كأن لم تغنى بلمس. هكذا الدنيا جعل الله لها مثالا في الفلاحة، وأغلب أمثلة الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وإنما أمثلة الله عز وجل حق، أغلب أمثلة القرآن العظيم من النبات والإنبات، سبحان الله العظيم. فلذلك يعني كان الكافر في العربية أي في اللغة في المعنى الأصلي إنما هو الذي يغطي الشيء، فسمي الذي لا يؤمن بالله كافرا لأنه يغطي الحقيقة، أين؟ في قلبه، لا يغطيها في الوجود. الكافر يعني حينما يكفر ماذا يصنع؟ يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مرتد، يعني كان مسلما ثم تزندق وارتد عن الإسلام، ماذا يصنع؟ هو لا يؤثر على الحقيقة من حيث هي حقيقة إطلاقا، لا يؤثر. يعني لا كفر الكافر، واش تبدلت السماء؟ هي الأرض كذلك. والله عز وجل خالق الكون لم يزل ولن يزال مستويا على عرشه يدير ملكه كما يشاء وبما شاء سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. فكفر الكافر لا يضر حقيقة الإيمان في الوجود شيئا، كيف الدلوان الكافر نهائيا، تكون هذا الكافر فرد ولا جماعة ولا دولة ولا الكرة الأرضية، فالإيمان يبقى هو الإيمان. والحقائق في الكون كما هي، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، والمخلوقات جميعا توحد خالقها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذن الحقيقة لا يغيرها الكافر في شيء، إذن ماذا يصنع؟ يمسخ نفسه، هذه مشكلة، مشكلته هو لا تتعلق بأحد سواه. فهو كفر الإيمان في قلبه، أي كأنه ألقى على حقيقة الإيمان التي ولد بها، ألقى عليها ترابا من الذنوب ومن المعاصي ومن الشهوات، ولو أزاح هذه الشهوات وأزاح هذه المعاصي وأزاح هذا العناد بإرادته لوصل إلى الإيمان. وهذه حقيقة راسخة، لو أن يهوديا أو نصرانيا اليوم وقبل اليوم فعلا تخلص من عقدة الحياة الدنيا، ما مشكلة الكفار؟ حياة الدنيا. لو تخلصوا من إرادة المتعة الجارفة الحيوانية الوحشية التي تسيطر على بلاد الكفر اليوم
وامتدت أمراضها إلى بلاد المسلمين مع الأسف. لو تخلصوا من هذا كله لوجدوا نداء الإيمان يدق قلوبهم أن آمنوا بربكم، ولكنهم لا يستطيعون. لما؟ لأن هذا التغليف الذي غلفت قلوبهم به يرتبط بشهواتهم، هم يشتهون الحياة الدنيا ولذلك يكرهون الموت، لأن إيمانهم بالآخرة غير حقيقي. لو أن نصراني الآن وقف أمامي وكان من المؤمنين بدينه، أي من الرهبان، وجزم وأقسم أنه يؤمن بالله يعني ويؤمن بالآخرة على طريقته يعني، لما صدقته، لا ثقة لي في حقائقهم ودينهم من حيث هم يؤمنون به. لا يؤمنون به. لما لا يؤمنون به؟ لأنهم يؤمنون بالشهوات، والذي يؤمن بالشهوات لا يؤمن بالآخرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لا يسأمون من طلب العيش ومن طلب الحياة. صحيح سيقول قائل في نفسه نحن أيضا المسلمين يعني نحب الحياة ولا نسأم من طلب العيش. نعم، ولكن لو قارنت حبك للحياة بحبه، أي بحب الكافر للحياة، لوجدت فارقا كبيرا جدا. حبه للحياة أعمى. المسلم يحب الحياة ولكن إلى حين، وهذا يدل عليه التجربة والمشاهدة. المسلم إذا ظلم في نفسه أو في عرضه أو في دينه فإنه يستحب آنئذ الموت، وقد رأيناه ونراه. وأي شعب ابتلي في أمره تجد من المسلمين تجد ظواهر عجيبة لا نعرفها في غير المسلمين من حب الموت. وربما وجدته قبل أيام أو قبل أن يبتلى في ذلك الأمر وجدته محبا للحياة كسائر الناس. فحب الحياة فطرة في الناس، لكنها في الكافر مرض. فرق بين الفطرة وبين المرض، وسأبين بمثال آخر يتضح المقال والكلام. الخوف، الخوف شيء مذموم، مش مزيان، مذموم. الخوف خوف ما عنده ما يصلح، ولكن لا يوجد شخص على وجه الأرض لا يخاف، واللي قال أنا ما كنخافش كذب. علاش؟ فطرة، الخوف فطرة، ولكن إذا تجاوز الخوف حدا صار مرضا. هذاك هو اللي مذموم. خصك تخاف لتحيا ولتعيش، خص واحد القدر من الخوف يجب أن يكون في نفسك حتى لا تمد يديك إلى التهلكة. ترى الحية أو الأفعى فلا تمد يدك إليه، تخاف، خصك تخاف. إنما خوف السليم وليس خوف المريض، ماشي فوبيا، ماشي مرض تنفخ فيه كيطير، هذا مرض. ولكن الخوف الطبيعي شيء فطري في كل بني آدم، ولذلك الله عز وجل جعل من آياته في القرآن العظيم تخويفا، لأنه سبحانه يعلم وهو خالق الإنسان أن الإنسان مفطور على رغبات وعلى نزغات ونزوات ونزعات، من بينها الخوف. فإذا صار إلى حد جاوز المقدار الطبيعي صار مرضا. فكذلك إذن حب الحياة وحب العيش فطرة، زين للناس حب الشهوات، يعني فطرة للناس، لفظ عام مستغرق لجميع أفراد بني آدم. ومن زعم أن لا يحب شيئا مما ذكر فهو إذن ناقص، مش طبيعي، ناقص الأدمية. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومحمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تناول من الدنيا ما زين للإنسان، لكن بمقدار، بمقدار النبوة، بمقدار الإرشاد الإلهي. تزوج النساء وصام وأفطر ونام وصلى وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. ما سنته؟ فطرة، أي من رغب عن السنة فقد خرج على الفطرة. والرهبان حينما يعني قالوا لا نتزوج زنوا وشذوا، وصارت جرائم الزنا عندهم واغتصاب الطفولة تضرب بها الأخبار من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض. ما مشكلتهم؟ كذبوا، كذبوا على من؟ على أنفسهم، وغطوا حقيقة الإيمان في قلوبهم، ولذلك لا ثقة في دينهم. كذبة. الإيمان الحق إنما هو الفطرة، الاتزان، الاستواء. ولذلك قال عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لما؟ لأنهم مرضى، مرضى الكفر مرض والعياذ بالله. ولذلك يسأل العبد ربه العافية من مرض الكفر، أن تصيبه عدواه فيتخلق بأخلاق الكفار من حيث يدري أو لا يدري. كفر مرض، ومرض معدي، إن لم يعدك
تخريب العقيدة فقد يعديك بأخلاقه للكفر أخلاق، أخلاق الكفر، وهي أخلاق مرضية ليست صحية. قلت كلمة المفتاح كفر، هذه كلمة مفتاح من مفاتيح القرآن العظيم. والكافر حينما يكفر حقيقة الإيمان في قلبه فالذي يحدث له أنه يعمى، يقول يعمى، يعمى عن رؤية الحقيقة أي حقيقة الإيمان، ويعمى بعد ذلك عن مشاهدة اسماء الله الحسنى. أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تعبد الله كأنك تراه أن تشاهد آلاءه وجمال أسمائه في الكون وفي نفسك وفي الحياة، فتوحد الله عز وجل مؤمنا من خلال كل ما تراه. الكافر يعمى عن هذه الحقائق وترى هذه الأشياء مشاهدة. تجد شخص عالم من الكفار له خبرة بأشياء دقيقة في العلم الطبيعي، مع الأسف كافر، مع أن علمه هذا فيه من الآيات الباهرة الناطقة المبصرة والمبصرة، ما لو رآه مؤمن لانبهر بجمال الله وجلاله وتعجب. كيف أن هذا الكافر يشتغل مثلا في هذا الميدان الدقيق من العلم، فيزياء أو طب أو أي شيء غريب دقيق، أعمى. مشكلته أنه لو بصر أعمى، عميت بصيرته عن مشاهدة آلاء الله وأسمائه الحسنى. ولذلك قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ما يلحدون في أسمائه، يكفروا. الحد يلحد أي غطى يغطي، ذاك الشيء باش تسمى القبر الحد، لأننا نغطي فيه الميت الدفين، نلحده فنغطيه لحد، أي شيء يغطى. فيلحدون، هم يلحدون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه كيكفروا، يغطون هذه الحقيقة. أنت أيها المؤمن مطالب بأن تدعو ربك وتسأله وتعبده بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذلك التوحيد الحق، توحيد الأسماء والصفات الذي هو مرجع التوحيد في نهاية المطاف، سواء كان توحيد ألوهية أو توحيد ربوبية، كل ذلك يؤول إلى هذا المعنى العظيم من أسماء الله الحسنى، وليس عبثا. أن فصل الحق سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى في كتابه وبينها في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها مناط التوحيد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ذروا أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أعطيه بالضر ما تدياش فيه. لما؟ لأنه أعمى، فحذري أن يصيبك بعدوه فتكون من العمين والعياذ بالله. أبصر حقيقة هذه الأسماء من خلال توحيد الله، واجعل هذه الأسماء مسالك ودروبا تقودك إلى الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. مشكلة الكفار ومشكلة الكفر ومشكلة أخلاق الكافرين، والتي أصابت أيضا الأمة المسلمة، أخلاق الكافرين أصابتهم، أنها قطعت الطريق بين الإنسان وبين ربه. ومشكلة الكافر أنه غير موصول بالله. المؤمن يجب أن يكون موصولا بالله، وإنما الإيمان الصلة بالله، أن تصل إلى الله عز وجل. معنى ذلك أنك توحده، أنك تؤمن به، أنك ترى وتبصر حقيقة الإيمان شاهدة في الكائنات. والمسلمون مع الأسف، أو على الأقل كثير من المسلمين، نقول كثير من المسلمين مغبونون في هذه الأسماء الحسنى، مغبونون في معاني التوحيد، يعرضون عنها وينسونها. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله عز وجل سمى نفسه الرحمن، وسمى نفسه الرحيم، وسمى نفسه الرزاق، وسمى نفسه الفتاح، وسمى نفسه العليم، وسمى نفسه الصمد والفرد. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وجعل لنا أسماء أخرى له سبحانه، جعلها لنا، بينها لنا من غير الكتاب في السنة، التي فيها من الجمال ما قد يغفل عنه الإنسان، ينبغي أن ننتبه إليها. نجدها في أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام كاسمه الشافي، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكاسمه الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، وهذا حديث صحيح ثابت الإسناد صيغته الكاملة، إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يعني الأخلاق الساقطة. وما الأخلاق الساقطة؟ أخلاق الكفار. يحب معالي الأخلاق، أخلاق الإيمان، أخلاق المؤمن الذي يبصر بنور الله عز وجل، والذي يجاهد هذه الأسماء في الطعام
حينما يرزق يشاهد اسمه عز وجل الرزاق، يشاهده ذوقا ووجدانا ويعيش لحظته الإيمانية تلك، يشاهد الرحمة فيشاهد اسمه الرحمن في نفسه وفي أسرته وفي الحياة جميعا، ويشاهد كثيرا من الخيرات والبركات كلها وهي كثيرة لا حصر لها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، ونعم الله كلها وبدون استثناء دالة على أسمائه الحسنى، دالة على أسمائه الحسنى، وأسماؤه الحسنى كلها وبدون استثناء دالة على الله عز وجل. ولذلك قال لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تريد أن تعرف الله، عليك بطرق أبوابه، أطرق أبواب الله عز وجل. يجب أن يكون لكل فرد منا مشروع وهم وغاية في الحياة الدنيا أن يصل إلى الله عز وجل. ولا تصل إلى الله إلا إذا بدأت تتعرف عليه، ولا يمكنك أن تتعرف عليه إلا إذا بدأت تبحث عنه، تبحث عن ربك، تبحث عنه في كل شيء، تبحث عنه في سقمك وفي صحتك، في فقرك وفي غناك، في حاجتك ورغبتك، وفي رهبتك وفي خوفك، وفي سعادتك وطمأنينتك، وفي استقرارك، في زوجتك، في نفسك، في أبنائك، في كل أمرك، تبحث عنه في كل لحظة. أي هذه الأشياء، هذه المخلوقات وهذه الكائنات فيها أسرار أودعها الله عز وجل، ترتبط كلها وبخيوط متعددة. ما من كائن كائن، إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو ماء أو هواء أو نعمة أو جمادا، كيف ما كان كل شيء مربوط بخيوط بالله عز وجل، مربوط بالله عبر خيوط. ما هذه الخيوط؟ هي أسماء الحسنى، هو خلق سبحانه وتعالى، فكل شيء يرتبط بالله عبر الخالقية، اسمه الخالق، هو رزق، كل مرزوق يرتبط بالله عز وجل عبر اسمه الرزاق. وهذا الخيط الذي هو نور من أنوار اسمه الرزاق مبثوث في الكون كله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. أنت والنملة سواء، مستويان من حيث الرزق، لأن مصدر رزقك هو الرزاق، ومصدر رزق النملة هو الرزاق. النملة تشتغل وأنت تشتغل، النملة تكدح وأنت تكدح، ولكن النملة تسبح فهل أنت تسبح، ولكن النملة توحد فهل أنت توحد. هذا المشكل. الله عز وجل من تكريمه للإنسان سبحانه وتعالى أن جعل له هذه الرسالة، هذه الرسالة أي القرآن وشارحه السنة، بصائر كي يدخل فيها ويبصر بها مختارا مريدا مطيعا مقبلا راغبا راهبا. أي أن الله عز وجل أراد منك أيها العبد أن تطيعه، أن تطيعه. كيف أن تطيعه؟ لأن الطاعة ليست معنى إلزاميا، هي إلزام من جهة واختيار من جهة أخرى. أي أراد منك أن تعبده وأن تراد تقبل عليه، فمكنك من الكفر. إن أردت الكفر جعل لك إمكانيته، وهو مشاهد، كفار كثير، والكفار أكثر من المسلمين ومن المؤمنين. يعني أن الله عز وجل أتاح للإنسان الفعلين، أتاح له أن يكفر وأتاح له أن يؤمن، وطلب منه أن يؤمن، ما خيره. هذا غلط. ما خيره، الذين يظنون أن الله خير الإنسان يقولون لا إكراه في الدين، بعض الزنادقة، أقول زنادقة، وإن تسموا بأسماء المسلمين يجي يقول لك لا إكراه في الدين، ليش تقولوا لنا مرتدين وبغينا احنا نكفروا وبغينا احنا نقول لا إله والحياة مادة؟ أبدا. الله حينما قال لا إكراه في الدين فلا يقصد بذلك أنه سوى بين الكفر والإيمان، بل ألزمك بالإيمان وأمرك به، فإن كفرت فما بينك وبينه إلا الحرب. ولما خلقت جهنم إذن؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. الكفر متاح للإنسان وليس مطلوبا ولا مخيرا فيه، متاح، أعطاك فرصة لتكفر. لما؟ حتى يكون إيمانك رضا. واحد في اثنين، الله عز وجل قدير بأن يخلقك على فطرة الإيمان ويمنع عنك إمكانية الكفر، فلا تكون عبادتك له طاعة. كيف لا تكون طاعة؟ لما ما معنى الطاعة؟ الطاعة هي إرادة، إرادة باطنة بموجبها تنتقل
من حال الكفر إلى حال الإيمان باختيارك أنت، كتختار تكون مؤمن وتريد أن تكون مؤمنا، لأنه تبين لك أن الكفر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم تظلم فيه نفسك وتظلم حقيقة الإيمان التي هي الأصل في الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم الإنسان الفجور والتقوى، معناه أعطيت له إمكانية ليكون متقيا وإمكانية ليكون فاجرا. لو أنك يعني قيدت شخصا بالحبال وألقيته في البحر وقلت له لا يجوز لك أن تبتل بالماء، يعني يكون تكليف ما لا يطاق، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فالله عز وجل أمرك بالإيمان، ولكن جعل لك إمكانية الإيمان ليكون انتقالك من الكفر إلى الإيمان فعلا ذاتيا. صحيح أن لا شيء إلا بهداية الله، وأن لا شيء إلا بتوفيق الله، وإنما الله عز وجل جعل لنا إمكانيات وجعل لنا أسبابا، وحاسبنا بمقتضى هذه الإمكانيات التي أتيحت لنا، وحاسبنا بمقتضى هذه الفرص التي أعطيت لنا، وإلا فسينسب إلى الله وحاشاه سينسب له الظلم، وما أنا بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم أحد، هذا يقين. فالكافر حينما يكفر إنما كفر وقد كانت له إمكانية أن يؤمن، عنده يجيب لك بالك بالرهن مسكين، هذاك النصراني ما ساق خبر أبدا، ما مسكين ولو سيق الخبر، ولو تخلص من شهواته ومن حب الدنيا وحب الفساد وحب الزنا وحب التمتع بالحياة الفانية، هم مسكونون بحب الدنيا، هذه مشكلتهم، يهود وكفار ونصارى ومشركون. فلو تخلصوا من هذا حقيقة لبحثوا عن الحق، ولو بحثوا لوجدوا، لأن الله عز وجل يهدي كل من طرق بابه، وقد بيناه قبل. ولا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل أن عبدا من عباده يطرق بابه صادقا ولا يفتح له أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حينما تنفتح بصيرة بعض النصارى وبعض اليهود أيضا، صحيح يهودي نادرا ما يسلم، لكنه يسلم، وقد ثبت في التاريخ أن أسرا معلومة معروفة من اليهود أسلموا وحسن إسلامهم واستشهد بعضهم في سبيل الله، التاريخ يؤرخ هذا. ولا نذهب بعيدا، بعض الصحابة كان أصله يهودية، كعب الأحبار كان أصله يهودية، ثم صار بعد ذلك من الصحابة الأجلاء، وكان من قراء القرآن. لكن صحيح أن أغلب اليهود بما تشبعوا به من حب الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقد سيقت في مساق ذكر بني إسرائيل في سورة البقرة، أعماهم ذلك عن رؤية الحق وقد عموا عنه في زمن موسى، فما بالك في زماننا، يعني في الزمن ديال النبي ديالهم سيدنا موسى عليه السلام، وهم مؤمنون آنئذ بموسى، عموا عن رؤية الحق، فما كانوا يخاطبون موسى ورب موسى إلا بقلة أدب وبجرأة على الله، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، هذا يحصرا اللي سلموا مع سيدنا موسى، ادعوا لنا ربك، حلوا ما مش ربهم، سوء أدب. فالثقافة اليهودية وليس الدين اليهودي الحق، الثقافة اليهودية المحرفة أعمت البصيرة البشرية في بني إسرائيل، وكذلك مع الأسف الثقافة النصرانية المحرفة. الثقافة النصرانية المحرفة حينما غالت، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، غالت من الغلو، غالت في ترك ملذات الدنيا الفطرية، انقلبت إلى الضد، والتطرف لا يلد إلا التطرف، يعني لما تدير الغلو عرف بالله هذاك الغلو غادي ينقلب إلى الضد ديالو تماما، ويحدث لدى المسلمين. شي شاب مثلا وشفت هذا شحال من مرة كيتوب لله تعالى ويلتزم بالدين ويبدأ يصلي ولم يكن مصلي من قبل، ولكن بعض الأحيان الشيطان كيلعب عليه، اش كيدير له؟ كيقول له صلي بزاف، فيقوم الليل، حسن قيام الليل، ولكن يقوم بشكل يرهق النفس، ويصوم بشكل يرهق النفس، ويشاد الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دخل سيد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه، قال حلوه وليقوم أحدكم نشاطه
فإذا تعب أو كسل فليرقد. الغلو يؤدي إلى العكس. وكثير من الشباب اللي كيوقع لهم بهذا الشكل هكذا سبحان الله كيدوز شهر شهرين ثلاث شهور عام بعض الوقت فأجده منقلبا على التمام، ماشي كيرجع للاعتدال، كنلقاه صافي تلف عاود تسلقط مره اخرى ورجع للضلال، يدخل في الدين قوي حتى كيخرج من جهه اخرى. ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. السنه دائما السنه هي الاعتدال هي الوسط. مشكله النصارى انهم خالفوا سنه نبيهم المسيح عيسى عليه السلام، فاستقذروا الحياه التي جعلها الله للانسان فطره يتمتع بها عباده وشكرا. اعملوا آل داود شكرا، ليتمتعوا بها شكرا لله عز وجل، في اعتدال وفي وسطية إيمانية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين غلو يهود في التجسيم وفي احتقار الأمم وفي ادعاء بنوة الله وأنهم شعب الله المختار، وبين غلو النصارى في زهدهم المطلق عن الدنيا. جعل الله لنا وسطا، لأن ذلك الزهد الكاذب ينقلب إلى عكسه تماما كما ذكرت من قبل. فالكفر إذن قلت مرض وله أخلاق، ولذلك الله عز وجل نبه عليه في هذه الآيات الكريمات. حتى إنك إن نجاك الله، نسأل الله العافية لنا ولكم، من أخلاق الكفر، من الكفر عقيدة، أو هو في الحقيقة ليس عقيدة، قلت هو خراب للعقيدة ولا ينبغي أن يسمى معتقدا حقيقيا، فهو خراب وهو خواء، لأن الكافر خاوي خاوي ليس عامرا. إن نجاك الله من ذلك فالله عز وجل ذكر لك ذلك لتحذر من أخلاق الكفار، والكفر ينتقل للإنسان عبر أخلاق الكفار. كثير من المسلمين كفروا، أو على الأقل بعض المسلمين كفروا، وكيف كانت بداية كفرهم؟ تخلقوا بأخلاق الكفار، تخلقوا بأخلاق الكفار واعتبروهم مثالا. النصراني كيجي شي حاجة كبيرة، النصراني حقير، حقير عند الله عز وجل ما دام على نصرانيته. كل كافر هو حقير، ما ينبغي أن نجعل له قيمة عظيمة. حينما نجعل لهم قيمة عظيمة فإننا انحرفنا، لأن الله عز وجل أعز المؤمن، فلله العزة ولرسوله وللمؤمن. أما الكافر فليس له إلا الذلة في الدنيا، في الدنيا أقول والآخرة. أنا لما نشوف الكافر يلهت على الدنيا، يلهت خصو المائدة ديال الطعام تكون عنده بواحد الشكل يعني رياضي ما يكون فيها حتى غلط، ياك لاباس، الدنيا كلها مائدة الطعام، خصو السكنة ديالو تكون يعني آية ما فيها حتى تقبة ولا خمشة، خصو يبحث عن الكمال في الدنيا ولن يجده، لن يجده. فبالنسبة لهذا إنسان مريض لا يعرف الحقيقة. المؤمن الذي يعرف الإيمان حقا يعرف الاعتدال، ويجد في الاعتدال متعة، ويجد في الاعتدال طمأنينة وسكينة وراحة بال. عقيدة المسلم عقيدة السلام وعقيدة طمأنينة وعقيدة السكينة وعقيدة الراحة وعقيدة العزة. عقيدة العزة يعني مهما طغى الكفار وتجبروا فإن المؤمن أعز من كل بلاد الكفر عند الله عز وجل. والحضارة دول كالدور، وإنما تقع للمسلمين الهزمات والهزائم بسبب تخليهم عن إرشادات القرآن التي تأمرهم بأن يأخذوا بأسباب القوة وبأسباب العزة التي هي أعمال الدين، أعمال حقيقية وأخلاق الإيمان. وحينما أخذوا بأخلاق الكفار استووا الكفار من حيث الأخلاق، وإن لم يستووا من حيث العقيدة. وبعض الناس مع الأسف تذوقه لأخلاق الكفار نسي أخلاق الإيمان، فصار يشتهي الكفر فكفر وارتد عن دينه، وهو أجهل ما يكون بالإسلام وأجهل ما يكون بحقيقة الإيمان، لأن نظره إلى الكافر أعمى، نظر إلى الكافر فعمي عن رؤية المؤمن. أمة محمد عليه الصلاة والسلام بما تعيشه من تدهور مادي وما تعيشه من انحطاط حتى في دينها، نعم تعيش انحطاطا في دينها وفي أخلاقها، هي مع ذلك تمتلك جوهرا من الخير، جوهرا عظيما جدا، هو هذا القرآن، هو هذا الدين الذي يسكن بين جنبيها، والذي إن قامت بنوع من التنقية والتخلية وكشفت عن ذلك الجوهر فإنها ستكتشف نورا عظيما يضيء لها ما بين السماء والأرض.
فمن هنا إذن أورد الحق سبحانه وتعالى آية الكفار مباشرة بعد آيات المؤمنين، حينما فصلنا مراتب الإيمان من التقوى التي ذكر الحق في قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، جعل لك الهداية اللي راه قابط الطريق حقيقة راه هو المسلم الحق. صحيح بلادهم كيطلع له الزعاف كيقولوا هاد المسلمين مكرفصين، كتعامل مع اليهودي كتلقاه مزيان ومع المسلم ماشي مزيان. مع الأسف حقيقة نقول مع الأسف اليهودي أو النصراني كيف ما كان يتكلف أخلاق الإسلام وليس أخلاقا له، والمسلم ناسي أخلاقه وتخلق بأخلاق الكفار حقيقة. حينما يخون المسلم لم يكن مسلما وهو يخون، لم يكن مؤمنا حقيقة، وما كان على إسلام حقيقي وهو يخون في تلك اللحظة كان قد خرج عن حقيقة الإسلام. صحيح هو لم يكفر، لا نكفر أحدا بهذا طبعا، وإنما من حيث الوصف من حيث الخلق تخلق بأخلاق الكفار، فكان والكافر سواء. وهذا المعنى الذي ذكرت الآن، أي أنه كفر خلقا مذكور في السنة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال العلماء ما كفر عقيدة، حيث العقيدة باقي كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن كونه تارك للصلاة ما معنى؟ متخلق بخلق، هذا الخلق هو خلق الكفار، لأن الكافر لا يصلي بهيمة هذا هو، لا يصلي يساوي بهيمة. وحينما صلى اعترف لخالق الكون بخالقيته، شيء عظيم جدا، انطلق من التراب إلى رب التراب وواصل الأرض بالسماء. هو بعمله العبد حينما يصلي واصل الأرض بالسماء من نقطته، كل مطالب بأن يصل نقطته التي يعيش فيها ويسكن فيها ويتحرك خلالها مطالب بأن تصل تلك النقطة بالسماء. هذا أمر رب العباد، وهذا معنى الإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت تصلي معناه أنك موصول بالسماء، أعمالك تصعد إيمانيا، ملائكة الرحمن تنزل عندك تشهد صلاتك. لا تصلي غيب، النقطة ديالك الخيط ديالك مقطوع، شكون السبب؟ أنت. كل واحد يربط خيطه بالسماء، مطلوب أن تربط بينك وبين السماء خيطا، خيط النور، خيط العبادة. الكافر قاطع، هذا هو الكافر قاطع. إن الذين كفروا أي قطعوا الصلة بينهم وبين ربهم، فكفروا حقيقة الإيمان في قلوبهم. راه داك الدينامو اللي كيقول له تحرك باش توصل الخيط للسماء دفنوا باش ما يصدعوش كاع، دفنوا باش بالشهوات، حب الخمر وحب الزنا وحب الفساد، حب الشهوات، حب التملك، حب السيطرة، حب الاستعمار، حب الظلم، حب الطغيان. فكفر الإيمان في قلبه وقطع الصلة بربه. خير منه وخير من ملايين منهم عبد مسلم فقير بسيط، حتى ولو كان ضعيف ثقافة أو منعدم ثقافة، ولكن عنده ثقافة عظيمة هي ثقافة الإيمان. فقير مكمش في العش دياله، ولكن عنده خيط بين قلبه، خيط من نور ممتد من الأرض بل من قلبه، ويتحرك بحركته إلى في ضرورة الخيط ممدود من ضروري السنة، راه في السوق الخيط تبعه ممدود من قلبه في السوق دياله في الحانوت دياله للسماء، في المسجد فهو كذلك. حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد يوما في الحديث الصحيح الثابت وقال للصحابة وهم مجتمعون أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب يعني خيط، هو سبب حبل، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به. وكيف تمسك بالقرآن؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. التمسيك بالكتاب العمل به، ورأس العمل أن تصلي أنت تقرأ القرآن، وأم القرآن وأم الكتاب وسبع المثاني وتاج القرآن كله في الصلاة في سورة الفاتحة، ثم فيما يسير لك من الذكر
والقرآن بعد ذلك. تصلي 5 مرات في اليوم، أنت قارئ للقرآن إذا كنت تصلي حقا متقنا لصلاتك محسنا له، فأنت مرتبط بالله عز وجل. فهذاك اللي أنت كتحقره من بنادم وكان مؤمن درويش، عرف على اليقين بأن بينه وبين ربه من الصلة ما ليست للدول بين قوسين العظمى. وما هي بعظمى؟ دول الكفر بحال دول الكرتون، سيأتي زمانها الذي تنهار فيه. دوزت الإمبراطورية الرومانية في التاريخ من الطغيان العجيب الغريب ما الله به عليه، فأتى عليها بعد ذلك أمر الله كأن لم تغن بلمس. طغاة كثير، دولة الفراعنة في مصر، البابلي، كثير 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 كثير. والله عز وجل ينسخ الطغاة بالطغاة وينسخ المؤمنين بالمؤمنين. وكذلك الدنيا جعلها الله عز وجل دار ابتلاء، ومن ابتلاء المؤمن أن ينبهر بالكفار وبأحوالهم. والله إلا كنت عجب فعلا دوك الناس اللي كيرميو رؤوسهم في البحر ويخرجوا لبرا، غريب غريب فعلا. مشكلته أنه لم يرى ما عنده من كنز في هذا البلد، عنده كنوز عظيمة. صحيح راه ما يكون من رزق الله إلا ما كان، غير الجهل، الجهل بالله. وشحال من واحد رزق ربي هنا في بلاده ما لم يزق آخرين هناك، كثير. لو أنهم توكلوا على الله حق توكله فعلا وآمنوا حقا وباحثوا عن الحق. مشكلتنا أننا أعمتنا بهارج الكفار. راه هذا الشيء لاش قال لنا الله عز وجل؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. يكهم اليهود النصارى ومسلمين ولا مسلمين، وراء الحق يقول هذا الكلام، الحق يقول هذا الكلام. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. صافي، فالدين مسدود، الكافر مسدود، مسدود بالهند مصدي. فكيف تنبهر به؟ كيف يصبح الكافر مثالا أعلى؟ مصيبة. حتى صارت المرأة المسلمة مع الأسف تفسق وتفجر لتتزوج بكافر، باش تخرج للطليان ولا الأمريكان باش يسخطك عليه، تزوج بكافر وترضى المسلمان تنام في فراش الكافر. هي مصيبة هذه. هذا الذي حصل معناه أنه فقد الناس الثقة بالله. الثقة بالله أولا، هذا عنوان ديال بعض العارفين كتبه كتابا عجيبا. الثقة بالله أولا. حينما نجدد الثقة بربنا من خلال إعادة مطالعة بصائر الإيمان في كتابنا كتاب الله عز وجل، فإننا ندرك كم كنا ضالين حقا وكم كنا مخطئين حينما جعلنا الكافر مثالا. وإنما المثال الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في حاجة ماسة وشديدة استعجالية إلى معرفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. راه الرسول عليه الصلاة والسلام بقي مجهول في الأمة، مازال ما كيعرفوش الناس، أغلب الناس لا يعرفونه، وخصنا نعرفه، واجب علينا نعرفه. حينما تعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تعرفه؟ يعني تقرب له، تعرف معه، دير بينك وبينه صلة معرفة، تعرف إلى أخلاقه إلى شمائله إلى سنته. وهذه الأمور قريبة، بثها الله في القرآن أولا، ثم بثها رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرة وسنة. وإنك لعلى خلق عظيم. بقي شي واحد قد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الأرض؟ حاشا. سيد الأولين والآخرين، أنا سيد ولد آدم، الحديث الصحيح، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من الأنبياء والصديقين والشهداء. أما الكفار ما عندهم حساب هنا، هو سيد الأنبياء وسيد الرسل وسيد الشهداء وسيد الصديقين وسيد الصالحين. تقلب الميزان، تقلب تماما. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، مآله العذاب، والآن يعيش العذاب. لو كنا نبصر، والله ما هم في نعمة، هم في عذاب. أحد العارفين الصالحين من أمة المسلمين قديما في الصدر الأول من الإسلام كان يقول كلمة، وقد كان مؤمنا يتذوق حلاوة الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن تذوق حلاوة الإيمان. فكان هذا الصالح يقول: لو أدرك الملوك ما نحن فيهم من نعمة لقاتلون عليها بالسيوف. يعني أصحاب الدنيا الذين يعيشون ملوكا بالأموال وبالأحوال وبأي شيء
إن لم يدركوا حقيقة الإيمان فهم في ضياع. وذلك الفقير الذي يأوي في المساء إلى عش إلى كوخ وله ضوء يسير وخبز كثير وماء قليل يسكت به جوع بطنه وعياله ويتفرغ إلى ربه ذاكرا شاكرا، يعيش من الأذواق والحلاوات، فعلا يذوق من طعام الجنة في الدنيا. والله إنه يذوق من طعام الجنة في الدنيا. كيف يذوق من طعام الجنة في الدنيا؟ بشدة يقينه فيما عند الله من خير وفضل، وبشدة يقينه فيما عند الله عز وجل من نعمة، وبشدة يقينه فيما عند الله عز وجل من نقمة، نعوذ بالله من النقمة. يجد السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ويجد أنس أهل الجنة في الدنيا قبل الآخرة، ويجد راحة أهل الجنة في الدنيا قبل الآخرة، مقدمة مشهية لما عند الله في الآخرة. حال هذوك المشهيات اللي كيعطيوك في الماكلة في الأول، مشهيات أطعمة باش تشهيك في الطعام الآتي. فكذلك الإيمان، وكذلك أعمال الإيمان والقناعات. يعني هذه القناعات، شي القناعات العقدية، ذاك غلط لغوي. قناعات يعني قناع، إحساس بالرضا بما قسم الله عز وجل، والاشتغال بما أمر الله عز وجل، يجعلك تعيش في سعادة عجيبة. كن ما شئت وكما شئت وفيما شئت من أحوال الدنيا، إن متعك الله بالإيمان فستجد ذلك قطعا ويقينا. ولذلك جعل الله قطيعة بين المؤمن والكافر في القرآن العظيم، جعل الله قطيعة بين المؤمن والكافر وبين الإيمان والكفر. وسمى الله عز وجل سورة من صور القرآن العظيم الكافر، لما؟ لخطورة أن يميل قلب المؤمن إلى أحوال الكفار، غير قلبك يميل لك لأحوال الكفار، خطير. فجعل الكافرون صورة كالسيف يقطع ما بينك وبينهم من علائق، إلا علائق الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيل الله، وما جاز بعد ذلك من علائق التجارات بظروفها التي قيدها الفقهاء حسب الحرب والسلم. واحد العام جاءوا الكفار، كفار قريش، للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عاما، أرى نشاركوا. هذا هو التقريب بالمذاهب بالأديان، هو نفسه الذي يقومون به اليوم تحت أغطية شتى من الأكاذيب، أكاذيب السلام والاستسلام، شياطين. أفكار اليهود كانت قديمة فقطعها القرآن، فنزل قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. المعنى كيتعاود بجملة فعلية وجملة اسمية بجميع معاني التعبير. الجملة الفعلية الدالة على الحركة والتغير، والجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستقرار، يقطع بسيوف شتى كل العلائق الوجدانية الشعورية التي قد تكون أو قد يزرعها الشيطان في قلب المؤمن. عجيب هذه الصورة. كان ينبغي للمؤمن أن يتدبر الكافرون ليعلم أن الكافر كافر، وأنه ذليل عند الله عز وجل، وأن المؤمن مؤمن، وأنه عزيز عند الله عز وجل. وما ينبغي لمؤمن أن يميل قلبه قيد أنملة للكافر ولخلقه. كيف تميل إلى الوسخ؟ نجس، من المشركين نجس، نجس كافر كيف ما كان ونجس. فما كان ينبغي أن تشتهي النجاسة كمن يشتهي الجيف، كل من يشتهي أكل الجيفة ذوقه منحط. من هنا إذن كان القرآن يبصر، راه هذه الآيات جات باش تخلينا نشوفوا عندها تعمينا البهرجة دي الدنيا فنتقرب إليه. أبدا، عاملهم بما قال الله عز وجل من العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما تظلم حتى واحد، ولكن عنده يدخلك في قلبك المحبة دياله. أبدا لا يجوز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وغفر الله لكم.